عملنا النهاردة أكلة جاية من زمان قوي. إيه هي الأكلة دي؟ عجة. ليه عجة؟ علشان الظروف الاقتصادية والغلاء بتاع اللي احنا فيه، اللحمة والفراخ. فقلنا نعمل إيه؟ ندخل البيت في قلب الأكلة دي بحيث إن هي تبقى معانا أكلة حلوة جدا متينة كده مع الخضار، عجة. فتعالوا نشوف بقى نعملها مع بعض إزاي. هننزل بالزيت بتاعنا هنا في الطاسة اللي هنحمر فيه البصل. الزيت هنا سخن معانا، هننزل بالبصل. عجة يعني بصل، يعني قد ما تقدري حطي بصل كتير. احنا عايزين الناس تاكل اللي معانا وتشبع، بصل وبيض وخضره. نعمل صينيه حلوه كده محترمه كده. خلاص البصل اهو تم كده تمام، وصل الدرجه اللي انا عايزاها هي اللون ده. هنزل بقى بالخضره، معايا حزمه شبت ومعايا حزمه كزبره، برضو هيتقدموا كده في النار مع البصل. انا ما حطيتش بقدونس عشان انا ده رايي الشخصي، انا ما بحبش البقدونس في الاكل. عشان هلاقي واحده دخلت تقول لي في الكومنتات يا اختي الاكل ما بيحلوش غير بالبقدونس. يا اختي والله عارفه انا ما بحبوش، انا بحب الكزبره وبحب الشبت، حتى في المحشي كزبره وشبت. هنوطي النار كده معانا ونقلب في الخضره لحد ما تدبل معانا وتبقى دبلت مع البصل خالص. وهننزل معاهم بقرن فلفل رومي او سبايسي زي ما انت حابه. انا عايزاها تبقى حراقه كده حلوه، تفتح النفس وتبقى حرشه. علشان الخلطه دي معانا تبقى متحدقه وحقيقه، هننزل بمعلقه ربع معلقه ملح صغيره على الخلطه دي، وتشعيره فلفل اسود كده ربع على ربع المعلقه. نخلي بالنا عشان احنا هنحط معانا في البيض ربع معلقه كمون. هنقلب تقليبتين كده التوابل دي ونرفعها من على النار عبال ما بقى البصل يبرد ويهدى كده معانا، عشان ما ينفعش نحط البيض على البصل وهو سخن عشان هيمسك معانا. لا احنا عايزين عجه حلوه كده تبقى منفوشه معانا. هنعمل البيض هنا في بوله، هنحط البيض. انا عندي هنا 5 بيضات، عايزه تعمليها باكتر براحتك هي، بس هي مش هتبقى اقل من 5 بيضات. احنا هنا كسرنا خلاص ال5 بيضات معانا. نحط ربع معلقه كمون، ربع معلقه صغيره بيكنج باودر، ده اللي هينفشها معانا ويخليها عاليه. تشعيره كزبره ناشفه. هنحط برضو سنه نعناع، مش حباه ما تحطهوش، بس دي كلها منكهات للطعم بتديها طعم وريحه حلوه. تشعيره شطه حمراء برضو لو حابه تستغني عنها تمام مفيش مشكله. ربع معلقه فلفل اسود عشان البيض، نص معلقه ملح حسب الرغبه. هنضرب كل المقادير دي كلها، الملح مع البيض مع البيكنج باودر. هنحط بقى ينزل هنا في البوله اللي احنا عملنا فيها البيض 3 معالق دقيق. مش عايزه احط دقيق كتير، اه هي 3 معالق حلوين كده تمام. وبرده هنضربهم في مضرب البيض. اهم حاجه زي ما احنا قلنا احنا لازم نبرد الخلطه دي، ما ينفعش احط ابدا البيض عليها وهي سخنه. نقلتها في حاجه تانية عشان تبرد بالمنظر ده، وهي كده بردت معايا. هعمل ايه بقى؟ هنزل بالبيض اللي احنا ضربناه بالدقيق والبيكنج باودر. هنقلب تقليبه حلوه قوي لكل المكونات دي ببعض عشان تتجانس كلها. وفي صينيه حلوه كده بتاعتنا هنحط زيت، ندهنها زيت كويس قوي عشان ما يتلزقش مننا. هننزل بالخليط بتاعنا العجه، وعلى الفرن على طول على الرف اللي في النص على 180 درجه مش اقل من 3 ساعة. خلصنا عجتنا، خلصنا اكلتنا، ولما بردت قطعناها وحطيناها كده في الطبق، وهناكلها مع جرجير مع عيش مع شويه سلطه، وبالف هنا وشفا على قلبكم. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفة.com.